نعرف بلايص كيما الشيشان وكيما الصومال وكيما افغانستان. هذا بمونتاجين الاستاج من عند اماني اللي هي في تركيا وباش تمشي تجاهد في سوريا. التحقيقات الأمنية وأنا بنفسي تابعت الموضوع يعني عن كثب أثبت تورط بعض النساء بعض الفتيات الصغيرات في السن يتداول عليهم 20 و30 و100. هو من يحكم في كل شيء حتى المسالك التي تتعدى منها الإعانات والإغاثات حتى للمدنيين وشكل المولدين.